هل من نصيحة لطلاب العلم الذين ينشغلون بأخطاء غيرهم دون النظر لأخطائهم؟ هذه علامة شر إذا كانوا يشتغلون بعيوب الناس ولا يطلبون العلم، وإنما همهم قال فلان وقال فلان بالتماس العيوب، هذه علامة شر، علامة فتنة على طالب العلم أنه يقبل على طلب العلم ومعرفة الحق من الباطل حتى يعلم ويتعلم ويستفيد، ولا ينشغل بالقيل والقال والكلام في الناس. هذا أمر لا يجوز، لأن هذا يسبب فتنة ويسبب شر، وأنت تجهل أمور دينك الآن، كيف تشتغل بقول فلان وفلان وأنت ما تعرف شروط الصلاة ولا تعرف نواقض الوضوء ولا تعرف أركان الإيمان ولا تعرف نواقض الإسلام ولا تعرف التوحيد والشرك؟ اهتم بهالأمور، تعلمها، اعرفها، واترك عنك الكلام في فلان وعلان.